ما عاد بدي شوف الجبنة مقطعة هيك، مفهوم؟ ما حكيت قدام بابا مشان ما تتبهدلوا. ايه بس نحنا هيك منقطعها على طول، نعم تخانهم هيك كان بدها. أسيل طلعي على يمينك، يلا طلعي طلعي، وهلأ اطلعي على يسارك. شو يعني نعمة خانم هون وأنا ما بعرف؟ عصر نعمة خانم انتهى، ومن اليوم بلش عصر السلطانة شكران، واللي بقول عليه بتعملوا، بتقطعوها مربعات كبيرة كتير والشاي يكون مختمر. ماشي. غصون ممكن تعملي القهوة؟ بس بابا ما بده، لا تحس بحسابه. طيب رح أعملها فوراً. بابا كل حياته بيشرب قهوة الصبح، كله من رفيف، زعجته هالمخلوقة. هي شكراً لو سمحتي. لك استني عم نحكي، ما فهمتي من كرم شو القصة؟ يعني بعد ما وقفوا بوشكن وبهالبساطة تركته ومشيت؟ هي ليش تركت كرم؟ ما بعرف شكراً، وإذا عندك فضول كثير تعرفي روحي اسأليها. ها مثل أمك، بتعملي حالك ما بتعرفي. عمران أهلا وسهلا، ما كنت عرفانة رح تجي، رح أقول للصبايا يعملوا لك قهوة. يسلموا، مو جاي على بالي اشرب. كيفكن؟ مناح وانت؟ الحمد لله. أهلين ابني، أنا أجيت لخبركم بشي كتير مهم. شوف، إذا المسألة بتخص كرم ورفيف هالقصة انتهت. رفيف ما عاد بده وفاسة الخطبة. بعرف بابا، واللي بدي أحكيه بيتعلق بهالشي، وانتو لازم تعرفوا. انا ورفيف رح نتزوج. شو هالقلة الادب هي؟ شو نحن ناقصنا فضايح؟ لك مو حلوة بحق عيلة يوروقان أبداً. عمران شو خطر لك تتزوج هالبنت؟ فهمنا. يعقوب اهدى. لك بابا، لك لسه من يومين كانت رح تنخطب لكرم ورح يتزوجوا، وهلأ عمران بده يتزوجها؟ أنا عقلي ما عم يستوعب الحكي أبداً، ما عم صدق. يعقوب اسكت شوي، خلي لأخوك عمران يحكي قبل لنفهم منه. طبعاً بابا، أنا لازم أخرس واسمع عمران شو بيقول. اخرس يعقوب. يا جماعة بعرف انكم رح تستغربوا وما رح تتقبلوا الفكرة فورا، هيك قدرنا، انكتب لنا نكون لبعض. القصة انه لعبوا بعقلة لرفيف وهي خافت ولهيك بعدت عني، بس هلأ كل شي تصلح واتفقنا نتزوج. بدي احكي مع عمران شوي لو سمحتوا. تفضلوا. برافو عمران، فضحنا اكتر، كله من غرورك وكله بدك يا انت. يعقوب تركنا لحالنا بلا حكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عود ابني عمران. اسمع يا ابني، انت بتعرف اني بحياتي ما وقفت بوشك، بس اللي صار من يومين بهالبيت عقلي لهلأ ما عم يستوعبه. امك ضايقتني كتير، وكمان كرم من شان هالخطبة زعلني وزعل امه. يا ريت ما صار هيك بابا. صار اللي صار وما عاد يفيدنا الندم هلأ. انا وقفت كتير ضد هالخطبة، وانت بتعرف، وحتى رحت وحكيت مع الاثنين بالموضوع. كرم بيحبها، ايه، ورفيف وافقت تنخطب، وبعدين ببساطة نهت كل شيء. وهلأ انت كمان جاي وعم تقلي بدكم تتزوجوا. انا يا ابني شو بدي اعمل؟ شو بدي اقلك؟ انا منعته
لكرم لأنه مو حلو بحقنا، وأنت هلأ وضعك مو أقل من وضع كرم. بابا أنا وضعي مع رفيف مختلف كتير عنه. رفيف حامل ابني جوات بطنة. اللي ديما شو رح يصير فيها؟ هي لساتها مرتك يا ابني. أنا وديما قلنا فترة طويلة عم نحاول نتطلق، وزواجنا ما انتهى بسبب رفيف، يعني حتى لو ما كانت كنا رح نتطلق عاجلاً أم آجلاً. اسمع يا ابني، لحد هلأ بحياتك ما غلطت، بس هالمرة الوضع مختلف كتير. لا تقلق بابا، أنا بعمل اللي تعلمته منك، وكون واثق أنه قراري مو غلط. كرم وينو أختي؟ ما بعرف، كان زعلان ومنهار كتير عمره. أنا ماني عرفاني كيف رح تتصلح أموره. رح تتصلح أختي، كله بيتصلح. من أول ما قال لك وأنت عم تمنع هالشي، بس هو بيحبها كتير. رفيف كانت عنده حبه الوحيد، وهلأ إذا أنتوا تزوجتوا أكيد رح يموت من القهر. كيف بده يتقبل هالزواج؟ بعرف أنه مو سهل هالموضوع، بس هو غلط كتير، ولو هو كمل بهالغلطة كانت حياته اتدمرت. بيجي يوم وبيفهم هالشي وأنا واثق. أنا ماني متأملة ابنه، بس إن شاء الله يتقبله. وين أمي؟ ليش ما اتصلت فيك؟ لا، ليش شوفي؟ امبارح اتخانقت هي وبابا، وبظن بسبب رفيف. أبوك قلع أمك من البيت. شو؟ قلع؟ مع الأسف. وبابا بنفس الوقت منعنا نتصل فيها. بظن انه انا بعرف شو الموضوع، ومشان هيك ما دقت لي ابدا. وصلت كرم ورفيف هي اللي كانت وراها. شو نعمل؟ لازم نصبر. شو القصة يا ترى؟ امي شو عملي لحتى عصب منها لهالدرجة هاي؟ بالاول خليني روح واحكي مع اختي.